السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا متابعينا الكرام، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. بإذن الله نأخذكم معنا في هذه الجولة لأخذ عدد من الخدمات التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لزوار وقاصدي بيت الله الحرام. لتفاصيل أكثر تابعوا معنا. أدارت حكومتنا الرشيدة أيدها الله كافة الخدمات والإمكانيات لخدمة زوار وقاصدي المسجد الحرام، حيث أن المسجد الحرام في هذه الأيام يستقبل يوميا قرابة 1,000,000 ما بين مصلي ومعتمر، توفر لهم جميع الخدمات والإمكانيات لأداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن في وكالة التفويج وإدارة الحشود ممثلة في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مسؤولين عن وضع خطط التفويج لإدارة هذه الأعداد المليونية من معتمرين ومصلين داخل المسجد الحرام. تم تخصيص مبنى المطاف، صحن المطاف الدور الأرضي وصحن المطاف للمعتمرين، كما تم تخصيص الدور الأول وسطح المطاف والساحات الخارجية والتوسعة السعودية الثالثة بساحاتها للمصلين. جميع ما يتم تمكين المعتمرين من الوصول وتأدية النسك بكل يسر وسهولة من مداخل ومخارج. تم تخصيص أكثر من 6 مداخل، هي باب الملك عبد العزيز وباب الفتح وباب الملك فهد، باب العمرة، باب الزبير، باب المروة، باب السلام. جميع هذه المداخل يتم من خلالها دخول المعتمرين لأداء العمرة ووصولا إلى صحن المطاف والدور الأرضي. قبيل الصلاة بلحظات يتم تفتيت هذه الكثافات وتوزيعها على الدور الأرضي وصحن المطاف لتنسيق هذه الأعداد ويعني تهيئة البيئة التعبدية لهم في صحن المطاف. قاصدي بيت الله الحرام الالتزام بأوقات التصاريح الصادرة من الجهات المعنية، الالتزام بأوقات التصاريح يساعدنا في تنظيم هذه الأعداد المليونية داخل المسجد الحرام. هذه اللحظات متابعينا الكرام ننقل لكم أجواء صحن المطاف وهذه الأجواء الروحانية التعبدية العمرة. أجواء العمرة روحانية، أجواء يعني خير وبركة ما شاء الله. آمين آمين. كيف شفت الخدمات؟ يا رب لك الحمد، شفنا ناس يعني يستاهلون الشكر ويستاهلون الخير الذي أعطاهم ربي. الله يجزاكم، لأنهم ناس من الناس الذي خدموا الإسلام والمسلم. الله يجزاك بالخير وارحم والديك وحنا بخدمتكم. أن يحفظ البلد هذا. آمين آمين. خدمة الإسلام والمسلمين. الله يجزاك بالخير. الله فيكم جميعا. الله يجزاك. بداية باسمي وباسم منسوبات مجلس فتيات الرئاسة التطويري ووكالة تمكين المرأة والمبادرات وتحقيق الرؤية، أرفع أجمل عبارات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين حفظهم الله وللأمة الإسلامية على بلوغ شهر رمضان.
كما أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس حفظه الله، الذي له الفضل بعد الله على حصاد المرأة السعودية للنجاحات المبهرة في خدمتها لضيوف الرحمن، نظير توجيهاته السديدة ودعمه وتمكينه للقيادات النسائية بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وأيضا المتابعة الدؤوبة من قبل مستشار ومساعد الرئيس العام الدكتورة العنود بنت خالد العبود. ومن هذا المنطلق حرصت الرئاسة العامة لخدمة ضيوف الرحمن ومد جسور التعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة لخدمة ضيوف الرحمن، ومنها مجلس فتيات القصيم ومجلس شباب القصيم، والذي نتج عنه توزيع وجبات إفطار الصائمين خلال الشهر الفضيل. كما أشيد بجهود المتطوعات من كلية الحرم المكي الشريف وإشرافهن على توزيع الوجبات يوميا داخل المسجد الحرام بإذن الله على مدار شهر الخير في مواقع مختلفة.